لكن في كلام قديم وجديد في مجلتنا بين اليوم ومن 40 سنة فاتوا. اليوم صدر العدد الخاص أو بالأمس عدد خاص من مجلة الأهلي يحتفي بتتويج الأبطال بالبطولة 42 في تاريخ المسابقة، ويتساءل المنشط: إحنا الأبطال، من أنتم؟ ثم استعراض في كل صفحات العدد لكواليس هذا التتويج الكبير، للأرقام القياسية العالمية، لقيمة البطل، لمسيرة البطل، لاعترافات عالمية ودولية بأحقية الأهلي بهذا التتويج، وتفاصيل كثيرة مهمة في عدد خاص بين أيديكم الآن. لكن إذا كان هذا الوضع في هذه الاهتمام ببطولة الدوري اليوم، كيف كانت مجلة الأهلي من 40 سنة بالضبط، سنة 80؟ نشوف هذا التقرير الصوتي عن عدد مجلة الأهلي من 40 سنة. الأهلي على القمة رغم نباح الحاقدين. مجلتنا منذ 40 عاما، وتحديدا في عددها الذي حمل رقم 310، والصادر يوم الخميس 13 من ربيع أول عام 1400 هجرية، الموافق 31 من يناير عام 1980، جاء العنوان الرئيسي للمجلة: الأهلي على القمة رغم نباح الحاقدين. وفي عنوان آخر: بطل الدوري سحق فريق التصنيع وقدم أقوى عرض هذا الموسم. وفي عنوان ثالث: الأهلي اكتسح الزمالك وعلى القمة أيضا في الطائرة. وأخيرا: الأهلي ورومانيا غدا الجمعة، في إشارة للمباراة الودية التي ستجمع المارد الأحمر بكامل نجومه الدوليين بنظيره منتخب رومانيا على استاد القاهرة الدولي. ورصدت المجلة في صفحتها الثالثة مباراة الأهلي أمام التصنيع تحت عنوان: فاز الأهلي واستعاد الثقة وانتصرت مبادئ قلعة الرياضة. وفي عنوان آخر: صدق أو لا تصدق، أول ضربة جزاء للأهلي منذ عام. وفي تغطية مميزة تناولت مجلتنا الغراء تصريحات لخبراء الكرة يؤكدون أن فرصة الأهلي الكبيرة للاحتفاظ ببطولة الدوري هذا العام، كما أبرزت تصريحات نجوم الأهلي، حيث أكد محمد عامر أن القمة هي مكان الفريق الطبيعي، وأضاف صخرة الدفاع ماهر همام أن الفريق لن يتنازل عن القمة مهما كان، مشيرا إلى أنه أخفى إصابته حرصا على معنويات الفريق. وعلى صفحتين كاملتين احتفت المجلة بتتويج فريق الناشئين تحت 13 سنة ببطولة منطقة القاهرة لكرة القدم قبل نهايتها بأسبوع، تحت عنوان: هؤلاء هم مستقبل الأهلي. فازوا بأول بطولة يشتركون فيها قبل نهايتها بأسبوع. عجز الزمالك عن اللحاق بهم فلجأ للتزوير. الفريق توج بلقب أول بطولة يشارك فيها محققا أفضل النتائج، ومنها الفوز على فريق الزمالك رايح جاي، قبل أن تقرر اللجنة المنظمة إلغاء كل نتائج فريق الزمالك نظرا للتزوير، بعد أن أشرك 3 لاعبين فوق السن في محاولة منه لوقف تدفق وانطلاق أبناء الأهلي. النادي الأهلي بحسب مصطفى حسين أبو الأشبال كان هو صاحب فكرة إقامة البطولة بعد تقديمه تقريرا إلى منطقة القاهرة كنوع من إصلاح الكرة المصرية. وكأنه لا جديد تحت الشمس يا أستاذ إبراهيم، لأن لفت نظري يعني 3-4 حاجات كده، إن يتزامن فوز الأهلي ببطولة الدوري والاحتفاء بها مع اكتساح الأهلي للزمالك في الكرة الطائرة. قال لك الأهلي على القمة في القدم والطائرة. والطائرة زي هذه اللحظة. الفاينل بتاع الكاس على فكرة يوم الأربعاء. وكمان أول ضربة جزاء في الموسم. ده دليل إن من زمان الأهلي لا يحصل على حقه كاملا في هذه الأمور. ثم مسألة ذكر القيم من 40 سنة، كان رئيس تحرير المجلة وقتها الأستاذ نجيب المسكاوي. ايوه. القيم اللي بيقول لك يعني ايه قيم الأهلي؟ دي كلمة بتتقال من 40 سنة على وما قبلها منظومة الإدارة والتزامنا بنهج خاص.
ده اللي لفت نظري طبعا، والناشئين مش الناشئين، لكن لفت نظري هذا الامر. لفت نظرك ايه بقى؟ لفت نظري انه الاهلي دايما وابدا بيستنفر من كل الضغوط اللي بيتعرض اليها من زمان، وهو بيتعرض لضغوط من 40 سنه، وهو بيتعرض لضغوط وما قبلها، ويتوج لانه كما لو كان كل المتربصين بالنادي الاهلي مش واخدين بالهم ان هم بيمثلوا الوقود الحي المباشر اللي بيستفز طاقة الأهلي ولاعبيه. اضغط عليه ينفجر. اضغط عليه ينفجر ليتوج الأهلي بأغلى البطولات، ويكشف ملك وكتابة عن سر العشق الدفين بين البطولة والبطل. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير. نلتقي في الثامنة مساء الخميس القادم إن شاء الله.